السلام عليكم ورحمة الله، في قناة عبد الظهور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. بعد الفوز الفريق الوطني الجزائري على فريق أوغندا اللي كان فوز ثمين وثمين جدا والحمد لله ثلاث نقاط مضمونة، اليوم خرج فريد معطاوي كان تكلم وحلل وقال أنه بيتكوفيتش الآن نحى هذوك الناس اللي كانوا يوسوسولو في ودنه لأنه هذوك كانوا حيدوا التالوكا. هنا فاق باللي السما اللي جابوهم له اللي ما جابوهم له اللي جابوا له لجوار ومنا ما استقوش، ولا هو الآن يتحكم بزمام الأمور. اسمعوا مليح فريد معطاوي وتاني مسعودان اللي كان تكلم، راح تسمعوا معنا الفيديو ونحللوه مع بعض خاوتنا الكرام. اسمعوا معنا الفيديو. استعمال المصطلحات والفعل يقول لك انتفاضة هي ليست انتفاضة، هي فوز على منتخب ضعيف. أنا لا ألوم بيتكوفيتش على أنه فاز على هنا. قال لك خاش كاين الناس خرجت في البلاطوات عم يتكلموا في عدة بلاطوات عم يقولوا باللي هذه انتفاضة تاع مدرب وانتفاضة تاع كذا. قال لهم فريد معطاوي ما هذه ماشي انتفاضة، فزنا على فريق أوغندي ضعيف. وصح فريق أوغندي ماروش لين معيار واللي نحسبوا عليه، فريق أوغندي مسكين فريق متواضع على كل حال، باش ما نقولوش ضعيف نقولوا متواضع أمام كم الهائل من اللاعبين الجزائريين. ما يقدرش يكون فريق قوي، يبقى فريق متواضع. هذا واش قال فريد معطاوي، زيدوا تكلموا ما زيدوا سمعوا معنا واش قال. لأن استعمال المصطلحات والبعض يقول لك انتفاضة هي ليست انتفاضة، هي فوز على منتخب ضعيف. أنا لا ألوم بيتكوفيتش على أنه فاز على أوغندا، لأنني قلت لك في البداية أنا خفت على بعض المحللين وهم يعني أبدوا خوفهم من الانهزام أمام أوغندا. هنا راه يتكلم على بعض المحللين، صح من البارح ولا البارح من اللي خسرنا الماتش هنايا رجعنا نخافوا، رجعوا يحضروا في البلاطوات على أوغندا كأنها فريق سنغالي أو فريق كوت ديفوار أو كامرون أو غانا أو فرق قوية، ولو يحضروا كأن حنلعبوا على أوغندا. وأنا صدقوني غير كنت على بالي بلي حنفوزوا في أوغندا، لأنه فريق أوغندي فريق مسكين لا حول ولا قوة. هنا رجعونا الحقبة تاع التسعينات اللي كنا نخافوا كي نروحوا نلعبوا في لافريك نتمنوا تعادل، لانه في وقت ما عندنا عامين ولا عام ولا ثلاث سنين كنا لما نخرجوا لافريقيا ضامنين باللي تعادل ولا فوز. الان حبوا يعاودوا يرجعونا لواحد البلاطوات الخوف تاع باش نروح نلعب مع اوغندا. زيدوا تابعوا معنا واش تكلم فريد معطاوي. رجعوا وصل هذا المستوى. انا اقول لك شيء، لو وضعت هذا المنتخب يا عيمة بين ايدي هدف الاعداء سوف لن يتمكنوا من هدم المنتخب بهذه الصورة وبهذه السرعة. يحتل المركز 92 عالميا، ورغم ذلك عدنا إلى ذلك الشعور من الخوف في مباراة بسيطة. تخلينا على هذا الشعور على عدة سنوات يا عماد، صرنا نواجه المنتخبات القوية عفوا دون خوف ولا ريب ولا شك. عدنا إلى نقطة الصفر وصرنا نتخلى في النتيجة مع أوغندا ونتدارك في الشوط الثاني. أقول أكسمات معنا خاوتنا قال لك رجعونا الواحد الشعور اللي كنا بكرين خافوا كما قلت لكم دوكا. لا أوغندا فريق ضعيف وكنا على بالنا بلي حنفوزوا معه وعلى الأقل كنا حنتعادلوا. هذه بالكولاسة ونقولوا لي زاربيت اللي كانوا اليوم محايدين، أنا حاير لي زاربيت هكذا كي نقول لك الله يبارك أربيت بنيني من أروع ما يكون. شحال عندها الجزائر ما طاحت في أربيت كما هذا وراني حاير. زيدوا تابعوا معنا واش قال فريد معطاوي. كل هذا الكلام قائم يا عماد، وأنا متأكد بأن الورشة القادمة التي تنتظر الخضر ليست لا في التشكيلة، لأنه سوف لن يستطيع تغيير الشيء الكثير. الورشة التي تنتظر بيتكوفيتش هي في محيطه. أنا التمست اليوم بأن بيتكوفيتش تخلى عن بعض الإملاءات في هذه المباراة التي أجريناها مع منتخب ضعيف. هنا قال لك بيتكوفيتش الورشة اللي راهي جاية فاق باللي ماشي بلي جوار وماشي بكذا، فاق باللي في المحيط اللي كان يتوتولو في ودنه جيب هذا مليح جيب هذا مليح. الآن بيتكوفيتش فاق وعرف باللي الهضرة بزاف، أحاز قاع هذوك الشوائب اللي كانوا دايرين به وخدم بعقله وحط لي جوار اللي حب هو كما قال لك، وربح أمام منتخب ضعيف كما قال فريد معطاوي. هذه حاجة الأولى. زيدوا سمعوا. أنتظر من بيتكوفيتش اليوم بأن بيتكوفيتش تخلى عن بعض الإملاءات في هذه المباراة
التي أجريناها مع منتخب ضعيف. أنا أنتظر من بيتكوفيتش أن يواصل هذه الانتفاضة على محيطه وليس عفوا على نوعية اللاعبين المشاركين. سوف لن يستطيع بيتكوفيتش أن يخلق بين يوم وآخر لاعبين جدد بإمكانهم تعويض عمالقة من أمثال محرز وسليماني وبلايري وما إلى ذلك. لذلك أنا أقول مرة أخرى رأيت بعض التحاليل تتوقف إما عند مناصرة بعض الفرق. هناك بعض المحللين هنا خلط الكرام هضر على حوايج واحد اخرين. انا نقول لكم على محرز وكذا البارح في بلاطو الهداف انا حطيت فيديو في بلاطو الهداف كانوا تكلموا وكان تكلم رضوان بوحنيكه خاوتنا قال لهم خبر رسمي انه هو قالوا لبن شيخ لانه بن شيخ عاود رجع عليه قالوا على بالي انت تجيب الاخبار لما قلت انه بيتكوفيتش راح بيتكوفيتش راه نادم على اللي ما جابش رياض محرز ولا وبالليلي وسليماني. هذه قالها رضوان بوحديك بن شيخ وبن شيخ كان عاودها راني درتها في الفيديو تاع البارح. الان بيتكوفيتش قاستهم دام عرف باللي جابوا له دي جوار كما قالوا السوسيال هذا اللي نحبه هذا الحب اللي يكره اللي نحبه. لا بيتكوفيتش الان عرف باللي الصحراء وفي محرز وفي سليماني وفي بالليلي وفي شايبي خوتنا الكرام هادو لازم يجوا للفريق الوطني. زيدوا تابعوا معنا الان مسعودان واش تكلم خوتنا الكرام كان انتفض مسعودان انتفاضه قويه تابعوا معنا. كثير ما يكونش في شده يعني ممكن تكون في تغيير من حيث الاستدعاءات اللاعبين. جمال مسعودان كثير قبل بدايه المباراه 5 تغييرات في التشكيله مقارنه بمنتخب غينيا او مباراه غينيا، لكن مع ذلك منتخب جزائر ظهر بوجه شاحب على الاقل في 45 دقيقه بعدها عادت الروح نوعا ما في محاوله الاسترجاع وفي هدفين. لكن ربما السؤال الذي يطرح كنت متفائل وبعدها نفس الشيء وقع تقريبا في المباراة، لماذا في رأيك؟ شوف أنا بالنسبة لي 45 دقيقة الأولى سيتي شويت أسكي سي باسي في مانديلا عندنا هنا. أنا سينسيرمون ولاحظت باللي أخطاء بالجملة أخطاء بدائية تضيع الكرة بواحد الطريقة يعني لا تفهم. وأنا كنت نقول لك على فورس مونتال باسكو سي لا و إن باس نو أسوريت مثل باس كل خطرة من بعد ولد إحنا في لا دوزيام ميتون لا ميم إيكيب لا ميم سون لو شونجمون يقول دير باسكو لي شونجمون باش من بعد باش نتكلموا على لي شونجمون سون لو شونجمون ليغاليزاسيون حاضر لا ميم إيكيب كي أجوي أون بروميير ميتر ولينا نلعبوا لو جو ديريكت سادي في لا بروميير ميتون كانت عندنا دي ديفيكولتي تسورتي بالبالون كان عندنا مشكل في خروج بالبالون ولا le jeu direct égalisina et en même temps zidna mon but ou qu'on a cadré aussi deux tani aussi un troisième je dis blibli manach هنا مسعودان قال لك باللي لما ماركينا كنا بنفس التعداد اللي دخلنا به الدوزيام اللي كنا لعبنا به بريمي ميتون ما كانش في تغيير. يعني المدرب هنا او يلمح انه الجرينتا كانت من اللاعبين ما كانتش من المدرب ما كانتش من تكتيك المدرب انه اللاعبين هما اللي شتهم من بعد عاودوا تلاقوا فوق التيران قبل ما يبدا الدوزيام ميتون كانوا يهضروا بيناتهم سما كانت جرينتا انورمال قال لك اليوم نجيبوا هاد 3 نقاط مع الفريق هذا الضعيف تاع اوغندا لانه اوغندا عيب تربحك والله غير عيب. الجزائر وما ادراك من الجزائر اوغندا ربحناها دو ماتش عندها العام اللي فات في التصفيات وهذا العام تربحنا في بلادها. لا قال لك اليوم القرينطا والقدام الشعب قاعد يستنى فينا الشعب الكل الجمهور الرياضي. زيدوا تابعوا معنا ننقص من قيمة أوغندا كومباراتيفمون بالماريز دو لاجيري كومباراتيفمون تي كومباراتيفمون للجزائر كما قال الأخ سعيد حتى ونعتبروها من الناحية المالية لأنه روبيزون با غران شوز قدام الفريق الجزائري. نعم ولكن أمام بيتكوفيتش نعود ونرجع للكلام تاعك الجميل الطيب الهائل سمعنا بلي فلربما بيتكوفيتش انتفض وفاق بلي انهم كانوا رايحين يخبطوا الحال اليوم انه بيتكوفيتش انتفض وفاق باللي كانوا يخبطوا له اسما كانوا حابين يخبطوه في حيط. بيتكوفيتش فاق باللي راهم يجيبوا له في الجوار هو مسكين ما يعرفش من له موش بيتكوفيتش ما يعرف دير في بالك انت تروح لبلاصه ما تعرفش الناس ويبدا واحد اخر يجي تيق فيه يقول لك هذا مليح وهذا مليح انت تروح تخبط فيهم في حيط ويخبطوك في حيط.
اليوم بيتكوفيتش فاق فاق مليح وعرف باللي كما قال مسعودان يخبطوا في حيط دناهم ولا هو يدير تشكيلة والورشة الجاية خاوتنا بزاف عيبة لاعبين ما حش يكونوا زيدوا تابع معنا اسمع اشترجع زمام الأمور عنده مجال منا إلى سبتمبر تصحيح أنا على بالي بلي المباراتين سيقف على كل النقائص النقائص الجماعية لماذا لا نخرج بالكرة لماذا ما كانش الانسجام وخاصة يوقف على الانديفيدواليتي وصدقني يا شي صدقني يا شي خالد أنه الكثير ما يكونش في سبتمبر قال لك في هذا الوقت اللي راح يبقى حتى سبتمبر دوك يحوس علاش الكره ماشي تخرج من الدفاع للهجوم لانه يكون شاف ليكيب ناسيونال تاعنا في عقبه جمال بالماضي يشوفها تخرج من 18 وتجي طالعه من السيمتر وطلع هنا رانا نشوفوا باللي ولات عندهم صعوبه ولاو يلعبوا لي بال تاع السما حنا هذاك ما روش لعبنا حنا لعبنا تيكي تاكا كيما يقول لك ان دو ان تروا دي دي دبلوموها ولا تاع الجزائريين نشاف باللي بيتكوفيت ماش تمشي الكره عشوائيه كثيره الحمد لله جبنا 3 نقاط من اوغندا زيدوا سمعوا معنا يعني الحمد لله جبنا 3 نقاط من اوغندا خاوتنا الكرام بيتكوفيتش هذا انا نقول انا نوجه رساله بعدوا عليه خلوه وحده يدير واش يحب والان عرف الجزائر او ضرب الجزائر او راح الملاعب او شاف اللاعبين راه دار احتك مع البطوله الوطنيه واحتك مع اللاعبين ديالو الان بيتكوفيتش نقدروا نقولوا نحاسبوه على المباريات لانه خلاص دوك دخل في صلب الموضوع دوكا لازم يجيب لاعبين مثل ما قال رئيس الاتحاديه وليد صادق قال لك باللي راح تكون اجتماع بينه وبين محرز اجتماع حميمي وكان تكلم وليد صادق قال لك باللي كاين ناس حابه تكسر انا ما كنتش حاب هذا الكلام يقوله رئيس الاتحاديه لانه رئيس الاتحاديه دائما لازم يكون جابد للور ولما يهضر كان هضر على اللي خسرنا ثاني في نيسا مونديل لو كان خرج يهضر لا انا نطلب من وليد صادق ما يدخلش في هذه الامور تاع صحافه راه ضد دوره كل رؤساء الانديه اللي جازوا على الجزائر عندهم صحافه ضدهم ما يعجبوهمش وهو تاني بالك ما كانش عاجبه واحد بكريكي كان رئيس اتحاديه ويا سيدي سويد لا كان عليه ما يخرجش بهذاك التصريح التلفزيون الجزائري وقال لك باللي احنا ما نحبوش اشخاص نحبوا الفريق الوطني نعم احنا صح ما نحبوش الاشخاص نحبوا الفريق الوطني ونعاودها مليار خطره وانا نقول انه الحق الوقت اللي بيتكوفيتش راح يعيط المحرز راح يعيط البليلي وراح يعيط الاسلام سليماني وراح يعيط الشايبي وعده اسماء ستسقط خاوتنا الكرام اشفوا مليح باللي عده اسماء ستخرج من هذا المنتخب اللي راح لاوغندا وخسر في نيلسون مانديلا خير ان شاء الله الفريق الوطني احنا هنا رانا ننصر الفريق الوطني جاوني واحد 3 تعليقات ولا 4 انت كنت انا نقول لك باللي مناصر الفريق الوطني لو كنت تعرف واش كنت ندير في ايام التسعينات انت بلا كنت مازال ما زدتش نهار اللي كانوا عيطوا ليكيب ناسيونال كان علم عيس انا كنت نطلع للسطاد ونقعد في التريبيل ونبكي في التريبيل على الخساره اللي كنا نخسروها في الجزائر نعرف مليح ليكيب ناسيونال ونعرف مليح الجزائر والحمد لله فريق الوطني اليوم فاز وعنده 3 نقاط اضافيه راهو الان هو الاول في المجموعه شكرا لكم خاوتنا تابعونا قناه عبد السبور فعلوا الجرس سلام.